اعتصام نظمه عدد من وكلاء بيع الاسطوانات الغازية أمام مبنى مجلس محافظة المثنى للتعبير عن غضبهم وامتعاضهم جراء القرار الذي وصفوه بالظهر من قبل شركة المنتوجات النفطية في المثنى والقاضي بإسقاط اسطوانات الغاز ذات المنشأ 2004. الدولة ما عندها خزين، عندها خزين خير من الله، تسحب هاي الاسطوانة ممنوعة وترد لنا اسطوانه ثانيه، هاي ما داخله بالتحذيرات، ابن عمي ما داخله بالتحذيرات، شوفه هذا تركي ما داخل بالتحذيرات، عندك التونسي والايراني ممنوع، هذا انتفاخ به. هي تاخذ 12 كيلو، 12 كيلو، المقرر مالها كلها 28 كيلو، فيت 128 كيلو، الان ترسل 26 كيلو ما نسمح لها احنا. انا ما اطلع المواطن نقص كيلو ما اطلع. 4 2005 هاي هنا 2002 ديرها خلي شوفها، شوف هاي هنا عندنا 2002، هنا عندنا 2004. 2005 2006 من لحد 2009 ما مشموله هنا عندنا. انت قطعة اثنيان يعني انا شنو ذنبي؟ انا عندي 9 قناني، انا وين اوديه ذني؟ انا عندي 9 قناني وين اوديه؟ انا لا اعطيه للمواطن راح يصير اشكالات انا والمواطن. الوكلاء عبروا عن استغرابهم لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر في الوقت الحالي والذي يعزونه لاسباب شخصيه بحته من قبل بعض المعنيين في هذا الشان. كانت علما جبتها وليش اعطيتني اياها؟ تعطيني اياها تريد تورطني بها تمتحن بها انا؟ ممنوع اخذها وطيني غيرها استبدلها، ماكو خليها منها اعطيني 3 اشهر 4 اشهر لما تستبدل القنينه. اللي بالمعمل يقول لك لا طبوب كل سياره هسه بها 10 قناني. يعني تحسب السيارات القنينه بيش؟ ب40 الى 10 قناني بيش يطلعن؟ يقول لي ذني اصادرهن. وثاني يوم ارجع اشتري من عنده نفس الشيء، يخليها شهرا وقال له هاي ممنوعه. هذا وطالب اخرون الجهات المعنيه بان تجد لهم حلا لقوت عوائلهم. سووا انتاج هم يسحبون مشتريات على الدوله، خلوها اعطيناها للعالم، هسه قالوا ما تمشي زين انا خلوها ذاك يوم يشتري لها قنينه شلون بالحاله هاي؟ لاكم موظف هسه من تحت شي يجيك، ولاكم مسؤول من تحت شي يجيك، يعني انا شندب؟ يعني لو ياخذوا من 3 قناني 4 قناني؟ خلي سووا لنا حل هسه يجيك مسؤول تخابره الصبح يقول لك الى جهنم، اكو موظف شي يقول لك؟ يعني تخابر تليفونيك روح الى جهنم. عدم اخذ اي تصريح من قبل معنيين في شركه توزيع المنتوجات النفطيه او مسؤولين في الحكومه المحليه بحجه انه قرار متخذ ولا رجعه فيه جعل من وكلاء الاسطوانات الغازيه في حيره من امرهم كونهم لا يعرفون الحلول الكافيه لهذا الموضوع. صفاء الشهر، قناه المدى، المثنى.